اكيد طبعا برحب بيك يا كابتن هيثم وبكل ضيوفك الكرام وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. مليون مبروك يا كابتن هيثم، ببارك ليك وببارك لكل جماهير النادي الاهلي. فتيات الذهب هم بطلات كاس مصر لهذا الموسم، ومعايا واحده من فتيات الذهب اللي قدرت طبعا بمستواها الرائع طوال الموسم ان هي تحقق النهارده البطوله مع جميع لاعبات النادي الاهلي، بطوله كاس مصر، دعاء محمد. دعاء طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، الف مبروك يا دعاء، ببارك لك طبعا وما شاء الله ادائك في جميع المباريات سواء الكاس السوبر وكمان الدوري ما شاء الله يا دعاء. الله يبارك فيكي طبعا، والحمد لله ده توفيق ربنا. الحمد لله الحمد لله. طبعا يا دعاء عايز اسالك طبعا على الماتش، ويمكن النهارده ما شاء الله ثلاث اشواط مقابل لا شيء، يعني ادائكم كان اداء متميز واداء قوي جدا، وخصوصا كمان يمكن احنا كلنا كان طبعا التوقعات كانت بالنسبه لنا انه نادي الزمالك هو اللي كان هيكون في النهائي مش نادي الشمس. والله احنا الحمد لله كنا جاهزين لاي فرقه ولاي حد، الحمد لله كنا في معسكر داخلي وكنا جاهزين سواء كان لعبنا الزمالك في الفاينل او لعبنا الشمس او لعبنا اي حد، احنا الحمد لله دارسين كل الفرق كويس وكنا جاهزين لاي حد الحمد لله. طبعا ما شاء الله يعني الاسبوع اللي فات دوري، الاسبوع ده على طول كاس مصر، وكمان اسبوعين نقدر نقول داخلين على افريقيا ما شاء الله. دعاء يمكن موسم طبعا يعني مليء بالبطولات وموسم زحمه جدا، فيمكن طبعا احكي لي يعني بتتكلموا مع بعض ايه بقى في اوضه اللبس، بتقولوا ايه مع بعض في المعسكر يمكن بسبب طبعا ضغوط المباريات وضغوط الماتشات. والله احنا من اول الموسم احنا قلنا ان شاء الله الاربع بطولات معانا، كل ما بناخد بطوله احنا ما عملناش حاجه، ان شاء الله لسه احنا قدامنا بطوله كمان وكمان وكمان، احنا خدنا ثلاثة وفضل واحدة وإن شاء الله بإذن الله هناخدها إن شاء الله كمان كم أسبوع، أسبوعين إن شاء الله. إن شاء الله يا دعاء ببارك لك تاني، وميرسي جدا يا دعاء، وإن شاء الله بالتوفيق طبعا إن شاء الله في بطولة أفريقيا. ميرسي، الله يبارك فيكي. شكرا شكرا.